محروس بعين القدرة تبقى خضرا، خضرا يا بلادي خضرا، رزقك فوار، محروس بعين القدرة تبقى خضرا. من رحم الطبيعة السورية تخلق آلاف الثمار المباركة في كل عام لتشكل الأرياف بمختلف المحافظات وخاصة الساحلية، منها كنز المزارعين وقوت الفقراء والأغنياء. من هنا وتحديدا من هذا المكان تبدأ عملية خلية عمل جديدة لإنتاج ذاك المذاق الشهي والمكون الأساسي في أطباق أغلب السوريين، حيث تحتاج ثمار الزيتون إلى عملية تحويل أو تكرير لاستخراج الزيت منها، وتخضع عملية التكرير لعدة مراحل وعمليات تطورت عبر الزمن، إلا أن مكبس الزيتون القابع في مدينة بانياس يعد أقدم الوسائل المستخدمة في محافظة طرطوس. الزيت مثل ما رومين عصر من الزيتون عم يبقى على أساسه، ما عم نغير فيه أي شيء ولا ما يتعرض على حرارة، ما يضل طعمته، يعني كأنك جايب عن الشجرة عم تأكل زيتون عن الشجرة، نفس الشيء. هذا الزيتون اللي محطوط بالأكياس هون هذا للمزارعين، فبالبداية بيكون هذه جورة بنفضي هون اسمها هذه الغسالة بعد الوزن على القبان، هون بيتغسل الزيتون بينزل على جورة ثانية إضافية ومنها إلى الكسارة حتى ينطحن الزيتون. هيدا شفاط لواء، هذا بيسحب الورق للخارج لخارج المكبس عشان ما يضل الزيتون فيه اي شوائب ورقيه وغيرها. جورة الكساره بتنتقل من هذه المرحله عبر هذا الحلزون للكساره لفوق حتى ينطحن هذا الزيتون ويصير عباره عن عجو اسمه، لحتى مراحل ثانيه يتسطر على خواص ليصير زيت. هلا نحن طلعنا من مرحلة الخلط واللي هو ليك عم بيسطرن على الخواص، هدول القطع الدائرية هذه اسمها خواص، هي فهيك بيتعبى العجو الزيتون، فتسطير هذه اسمها طبلية وبالأحرى أو قامة، فهذه بدها تسطر تنتلي إلى تنتلي على عالية وبعدين بتروح على مرحلة الضغط. فمن هون هلا القيام بعملية الفرز الزيت عن المي أو عن المهل أو أي شوائب جاية ثانية، فهي بدها تطلع لهون هاي الفرز. يعني هلا هون بيتم الفرز عن طريق هاي، بيتم الفرز عن هذه الفرازة، هاي اسمها الفرازة، هون عم بيتم الفرز، فيك تصور لك الزيت عم يطلع هون. هاي مرحلة الفرز وتصفية الزيت، يعني هون بيطلع معك الزيت الصافي على الآخر بقى، يعني هون لسه مي فوق بدها شوي حتى يتنقى كلياته وبيطلع كل شيء فيها زيت، بيطلع هون بهذا الحوض وبعدين بنحط له اياهم لصاحب الزيت بالبيدونات ونبعثهم الى المنزل. تمتاز الطريقة القديمة بإنتاج كل ما هو أصيل لتعتمد على استخراج الزيت بوضعه البارد دون تعريضه نهائيا للحرارة، والذي يعتبر السر الكامن وراء جودة الطعم والحفاظ عليه عند التخزين الطويل للزيت.